ازاي تكون مثقف بين الناس، ازاي كلامك يطلع مثقف ما بين الناس، ازاي لما حد يبقى قاعد معاك او يتعامل معاك يقول الانسان ده فعلا مثقف. طب قبل ما نعرف الموضوع ده نعرف ايه المثقف. هل المثقف هو الانسان اللي بيجمع معلومات وبيقرا وبيطلع على هنا وعلى هنا، والغير المثقف هو اللي ما بيبقاش عنده المعلومات الكافيه وما بيطلعش هنا ولا هنا؟ الحقيقه ده مش المعنى الحقيقي للبني آدم المثقف أو غير المثقف. طب هل الأنبياء والرسل كانوا على درجة ثقافة؟ السلام عليكم، معاكم اخوكم محمد عاصم، اهلا وسهلا بكم في القناة ومنوريني دايما، وبشكركم على التعليقات الايجابية واللايكس اللي انتوا عملتوها لي في الفلوج الاخير، بغض النظر عن الناس السلبية او النيجاتيف بيبول او النيجاتيف انرجي اللي فيهم، كفاية عندي البوزيتيف انرجي او البوزيتيف بيبول اللي موجودين او الفانز اللي موجودين عندي في القناة، بشكركم فعلا بكل ممنونية جدا. بس للأسف الشديد ان في ناس ما بعدتش بتقدر ان الواحد لما بيعلق عليها، وده بيعتبره ان هو واجب عليا، المفترض ان الناس يعني يبقى في احترام ما بينها وما بين بعض في التعليقات، الا اني بصراحة زي ما انا قلت قبل كده اي حد بيتطاول طالما وصل به الامر ان هو يتطاول ويشتم فانا بشيله على طول، لان هو ما عادش ينفع، يعني بقى عامل زي السرطان ان ما تمش استئصاله بينتشر في وسط المكان. المهم نرجع كده عند النقطة المهمة قوي في الفيديو. الفيديو ده بعمله وان شوت، والفيديو ده انا لقيته نوع او ان انا بستوحيه من الفيديو اللي فات، من الفيديو اللي فات بمعنى الكلمة، كيف تصبح مثقف بين الناس، ازاي يكون حديثك بيبين انك انت انسان مثقف، ازاي كلامك يبان بين الناس انك انت فعلا شخصية مثقفة. هل الموضوع زي ما انا قلت لكم كده هو بالقراية؟ الحقيقة الموضوع لا يرتبط تماما بالقراية. قبل ما نعرف ازاي ان احنا نكون مثقفين في كلامنا، هنعرف الاول ازاي نكون ايه هي الثقافة. الثقافة في الحقيقة ليها معاني ومفردات كتيرة جدا، لكن من وجهة نظري الشخصية الثقافة هي القدرة على استيعاب المفاهيم اللي باللسان، يعني الكلام اللي قدامك حد بيقوله لك او الافكار اللي غيرك بيقولها لك، حتى ولو كانت متعارضة مع افكارك ومع كلامك بشكل كأنه صديق حميم ليك. ده هنا في الوقت ده بيكون مثقف، بمعنى انك انت لو حد فكرك مختلف تماما عن فكره، سواء فكر سياسي، فكر ديني، فكر علمي، ايا كان انواع الفكرة، انك انت بتعرف ازاي تتعامل معاه، بتعرف ازاي تتحاور معاه، ليس مش علشان انك انت بتمثل المثل العليا وبتمثل المثالية في الحديث وبتمثل الانسانية، لا من نبع من جواك، انك انت بتتعامل مع ده، بتتعامل مع اصحاب الديانات الاخرى، بتتعامل مع اصحاب المذاهب الاخرى، بتتعامل مع اصحاب مع اللادينيين، طالما ما فيش لغة تطاول ما بينكم ولغة الاحترام ثابتة وموجودة تتحاور معاه بشكل نابع من جواك، حتى لو انت فعلا ما عندكش المعلومات الكفاية من القراءة او ما قريتش قبل كده في حياتك، بس عندك القدرة على استيعاب الاخرين وعلى احتواء الاخرين وعلى تقبلك لوجهات نظر الاخرين حتى ولو كانت معلوماتك بسيطة، فانت اصبحت من المثقفين، ودرجة ثقافتك بنفس درجة السقف اللي انت عاملها. انت حضرتك عامل سقف لنفسك قد ايه؟ استيعابك لافكار اللي حواليك والسقف اللي انت ما بينك وما بينه قد ايه؟ كل ما كان السقف اكبر واعلى، كل ما كان مدى ثقافتك اعلى ومرتقية اكتر واكتر، كل ما يكون مستوى السقف عالي كل ما مستوى الرقي هيعلى اكتر واكتر. ومهما يكون حضرتك عندك مكتبة كبيرة، لو انت حضرتك عندك مكتبة كبيرة مليانة بالكتب وي 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 وما عندكش القدرة غير انك انت تتحدث باللغة بتاعتك وعايز اللي قدامك يتحدث بيها فقط وما تحاورش اللي قدامك، فانت لا تملك اي ثقافة مهما كنت تملك
تمتلك من قراءة، فانت ما عندكش الاستعداد انك انت تتحاور مع الشخص اللي قدامك، لانك انت ضعيف، لانك انت خايف تتجرأ للدخول الى افكاره، لانك انت مثلا على سبيل المثال لو انت معتقد باعتقاد سياسي معين وفي قنوات، نفترض بايا كان انت دولتك ايه، ما بتكلمش على حاجة تانية، وفي قنوات مثلا معادية ليها، انت خايف انك انت تسمع لهم حتى لو انت عارف 100% ان هم غلط، انت خايف انك انت تسمع لهم لانك انت مش قادر تتجرأ، لكن الاقوى انك انت تكون مؤمن بنفسك. والدليل على كده الانبياء والرسل، نبص على درجة الثقافة بتاعتهم. الانبياء والرسل كانوا عندهم الملكة الغير طبيعية والسقف اللامحدود من الثقافة. سيدنا ابراهيم عليه السلام ما كانش هيبقى سيدنا ابراهيم لو لم يبحث عن الحقيقة، لو كان اقتاد ورا جماعته ما كانش بقى سيدنا ابراهيم وبقى سيدنا ابو الانبياء. سيدنا ابراهيم بحث هنا، فلما قفلت قال دي ربي، فلما قفلت قال دي ربي، لما دي راحت الشمس غابت قال دي مش ربي، ابص على الرياح دي مش ربي، وهكذا. حتى لما يعني ابسط الامور، اعتقد في سورة البقرة اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم الآية، وإذ قال ربك وإذ قال إبراهيم لربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، صدق الله العظيم. إلى تكملة الآية ربنا قال له قال فخذ بعض من الطير فصرهن واجعل على كل على الجبال على كل منهن جزءا، يعني أنا مش بقول الآية أنا بقول في معناه، ثم دعوهن يأتين إليك سعيا، وعلم أن الله أن ربنا عليم حكيم. أنا مش بقولها الآية أنا بقول المعنى. فشوفوا هنا حتى هنا بيتحاور مع الله عز وجل، ايا كان لغة الحوار، هي كانت لغة حوار حقيقية وجها لوجه، لغة حوار باللسان، لغة حوار بالعالم الروحاني، ايا كان الطبيعة، لكن هو هنا سيدنا ابراهيم حتى مش في علم في درجة علم اليقين، هو هنا في درجة حق اليقين. يعني احنا حتى درجات العلم عندنا في علم اليقين ان انا بعرف عن حاجة، لكن ان انا ما قدرتش ان انا لسه استوعبتها او شفتها، وده عين علم اليقين، وعين اليقين ان انا شايفها بعناية وبلمسها، وحق اليقين ان انا شايف الاتحاد اللي ما بيني وما بينها. فسيدنا ابراهيم عليه السلام وصل لدرجة من الثقافة العالية. الانبياء كذلك انهم بيتعاملوا مع ناس ضدهم في مستوى الاستيعاب، زي الموضوع زي السفنجة بالظبط، مخك ده زي السفنجة، كل ما كان عندك القدرة على استيعاب كل ما قدرت تشرب اللي حواليك، كل ما كان عندك صدى فمخك هيلفظ الكلام ويلفظ الافكار. فكيف تصبح ان تكون مثقفا، هو كيف تصبح عندك القدرة على استيعابك لاراء الاخرين مهما كانت متعارضة اليك، عندك التفكير في اراء الاخرين، ما بقولش الايمان باراء الاخرين، ولكنك انت تكبر ما يبقى لكش سقف. دايما المثل يا جماعة يقولك جمال الرحلة ومتعة الرحلة في الرحلة نفسها مش في الوصول لنهاية الرحلة، متعة الرحلة ان احنا بنتمتع بكل حاجة في الرحلة نفسها، مش ان احنا نوصل نهاية الرحلة بتكون المتعة الحقيقية راحت. كيف تحترم الآخرين، هي كيف تستوعب الآخرين. زي محي الدين ابن عربي الشيخ الأكبر، وده ما كانش مجرد شيخ صوفي، حتى في ناس بعضهم للأسف اللي هو متحجر وحطت في دماغه مش باصص لمحي الدين ابن عربي، لا يقول لك ده واحد معرفش ايه وشركيات كلام، يقول لك في أبيات الشعر لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهباني وكعبة طائف وألواح تورات ومصحف قرآني، أدين بدين الحب أن توجهت رقائبه فالحب ديني وإيماني. ايه مدى الثقافة اللي فيه ده؟ هي دي كيف تصبح مثقف. مش هطول عليكم، حبيت ان انا ببساطة اتناول ان دي نقطة مهمة جدا، كي نرتقي علينا ان نصبح مثقفين، ومش مطلوب من حضرتك انك تقرأ عشرات وعشرات الكتب علشان تكون مثقف، لكن مطلوب منك انك تفتح بس مخك، فلما هتفتح مخك
بدون مبالغة هتلاقي الأفكار كلها هتنهال عليك من كل حاجة، هتعرف إنك أنت تنظر للأمور بنظرة مختلفة، تسمع بشكل مختلف. أتمنى الكلمات البسيطة دي تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك على الفيديو، ولو مش مشترك في القناة ما تنساش تدوس سبسكرايب أو اشتراك في القناة، وأشوفكم على خير. سلام عليكم.